فوت هو وين؟ ليش؟ لانه خلصت اللعبه. من اللي سويها؟ ست بطولات بسنة واحدة. خلوهم على الحقيقة. يا حبيبي ليش في لحظة عندي طقس ثاني؟ زين؟ بشوف بس شوف على السحر طرف الملعب. سحر؟ نعيد سحر معاه. جرب محمد. عمك كريستيانو. شوف على طرف الملعب كنا غزال. ايه صدق كذا ملعب تحسبه هاش. انت كواحد اللي فايز علينا الحين تطنط الحين اللي مصدق عليك من فوق ست نقاط في الدوري زين وانا بقول لك الحين تبغى هل بكوت ولا فوز ولا بنقاط فوز بنقاط واحد قلبي كاس 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 اللي يشوف شيء ما يكتب ونعد كريستيانو ششعتك ما حقت على العناع ششعات اسم الله على هنكم بعد ميسك دجاج بمسك طالع بهالدعاية دقيت كنت يكسروا لذيذ انا بيعرف هذا لعب ولا مكتوب مطاعم قول شيل عب العاب البارحة زنوك يا رب ولا حكس المصر ما العاب يا الله منك ليه؟ ضحكني يا رجال فكر بخوف لا شفت يونس بعد مع المسرح وسع وجه الشارع وحفظه صوت الهليل للبوابه صديقي انا ما قلت حق حسبت يلي خليتي وجبتي وعاد انا صليتي صلينا في المسجد حتى اسال الشيخ بعد وين صليتوا على الفايصة؟ وفي الحقيقة الواقع يا وليد العزيز احنا صلينا قدام قدام؟ لما نصلي صلينا لما نعرف ويش نطفينه؟ وش نطفينه دي بعد؟ خلينا نخذ البلاد الماسيات وفهم اخوك اذا ما تفهمين لا يبا يبا احنا في الحقيقة والواقع طبعا يا وليد العزيز نعم نعم ايه احنا صلينا في المسجد قدام الشيخ زين المكان زحمة والمسجد طويل فما لقينا مكان الا قدام الشيخ عاد الى درجة ان الشيخ يركع على المسجد يووو نعم يعني انتوا ناصرين قدام الشيخ نعم عاد اقول لك عاد بلا بربراتها وياك تكذبوا علي اي والله انا ابوكم كبير تكذبوا علي بعد صلين انا اصلا بالمسجد ما شفتك اي والله شوفوا انت وياك احسن انكم تصلوا تركوا عنكم هذيلة خلوهم يناموا اي والله شوف امك قولها قولها ابوي اليوم بيولا ضيوف ها وخلها تجهز القدوة ويا الشاي زين؟ زين اي وانت ويا صلوا زين؟ الا صايم اي عاد اهتموا عاد فيها عاد الا صايم ما يصير عاد الله يهديكم بس الله يهديكم الا صايم الا صايم اي عاد اهتم اهتم عاد اهتم اي بارك الله فيك ابوي شد الموضوع امشي العاب لا ابوي حرش من جهه انا بحكم على رئيس الناس لا لا خلاص لا لا الله اكبر لا يا بابلو
لا قايل لك اسكبها مني. اقول لك هذا بس بلا بربرتها وياه. لو والله لاخذ ماني ابلعها على بدلته. شوفوا عاد شلون كلمه الرياي تسنعها ولا اشوف انت عمكم ابو محمد يسنعها. لا يا بيي الا الصلاه الا الصلاه يا ولد الا الصلاه الا الصلاه الا صلاتي ما اخليها يا حياتي دنيتي فيها الا صلاتي. الا صلاه الا صلاه. تعالي يا العباس زين والله صوتك حلو بس مو تهتم بالصلاه خلاص. يا عاد اهتم فيها عاد. اكيد اكيد يا صايب الا صلاه. اشوف ادخل 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 دوخه. دخلنا اشوف انا وضوء كذا شكلك انت ووتر فلوت فاضله ولا تصلي. لا 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 اتصلى لا يبدا وقتي ماني اقول لك وقتي يا ها يلا يلا ايه ايه الا الصلاه ايه قلتي وراك يلا يلا استاهل يلا وش لي ما اخليها توا يشتغل خربته ولا علم وإذا سكتين صادت همومي علي. دي والله.